بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من الاشبال. لا صوت يعلو فوق صوت النهائي الافريقي، الاهلي والوداد يوم الاثنين اللي قادم 30 مايو. مباراه دايما بتكون مباريات قويه، مباريات كبيره، مباريات فيها نديه، دايما اللي بتجمع الاهلي مع فرق شمال افريقيا. فريق الوداد فريق محترم، والنادي الاهلي فريق محترم. ان شاء الله يعني نشوف نهائي يليق بالكره العربيه وبكره شمال افريقيا، وكل التوفيق للنادي الاهلي. الفتره دي فتره مهمه جدا للاعيب النادي الاهلي والجهاز الفني، فتره مسانده ودعم لمستر موسيماني وايضا لاعبي النادي الاهلي. لازم كل جماهير النادي الاهلي على السوشيال ميديا لازم تكون ذكيه خلال الفتره اللي جايه. الفتره اللي جايه هنسمع كتير عن مشاكل داخل الفريق، هنسمع كتير عن انتقالات لاعبين، بالرغم ان احنا مش في موسم انتقالات، ولا موسم اللعيبه بتروح انديه تانية، ولا لعيبه هتيجي النادي الاهلي. الفتره القادمه حوالي 5 6 ايام القادمين كلهم دعم لمستر موسيماني وايضا لاعبي النادي الاهلي. مش عايزين نطلع اللعيبه عن تركيزها باي امور اخرى، كل التركيز في ال11 يا اهلي، افريقيا يا اهلي، تقدر يا اهلي، كل الدعم للاعبي النادي الاهلي. ان شاء الله ان لعيبه النادي الاهلي الجيل الحالي قادر ان شاء الله انه يرجع بالبطوله ال11 ويسطر تاريخ كبير للجيل ده. واحنا كنا في جيلنا 2005 خدنا البطوله امام النجم الساحلي، 2006 امام صفاقس التونسي، في 2007 وصلنا للمباراه النهائيه كانت امام النجم الساحلي، لكن للاسف خسرنا المباراه بالرغم انها كانت على ملعبنا وسط جمهورنا في استاد القاهرة. مباراة العرجون، وكلكم عارفين الحكم الشهير وقتها واللي حصل في المباراة. للأسف الجيل بتاعنا ما كانش عنده الحظ إن احنا ممكن نقدر نحصد اللقب الأفريقي لثلاث مرات متتالية، ده إنجاز كبير. لكن الجيل الحالي إن شاء الله عنده المقدرة، الجيل الحالي جيل كبير، جيل عنده إمكانيات كبيرة. معظم لاعبي النادي الأهلي في منتخب مصر مروا بالظروف دي. إيه المشكلة إن احنا نلعب في المغرب؟ عادي. دلوقتي لعيبه النادي الاهلي عندها خبرات كبيره، اللعيبه دي اللي قدرت تتعادل مع الرجاء وسط جمهورها وقدرنا ان احنا نصعد بعد كده، الفرقه دي برضو اللي قدرت تتعادل مع الوداد المغربي في بطوله 2019، الفرقه دي اللي قدرت تكسب الترجي السنه اللي فاتت. فريق كبير، فريق عنده امكانيات، عندنا جهاز فني محترم، مستر موسيماني اللي بيقدر يجيد في المباريات الكبيره. نتمنى له ان شاء الله كل التوفيق في المباراة القادمة، يحط تشكيل مناسب، التغييرات بتاعته تكون مناسبة، ويكون موفق زيه زي اللعيبة. النهاردة لاعبي النادي الأهلي رجعوا للتدريبات مرة أخرى، رجعوا بعد راحة يومين، كانت آخر مباراة للنادي الأهلي أمام إنبي في الدوري الممتاز. قدرنا نكسب فيها 2-1، وكان المكسب مهم جدا، مكسب معنوي كبير. مكسب يقدر يدعم ويساند لاعبي النادي الأهلي إنك تقدر تنهي آخر مباراة ليك بمكسب. المكسب رغم المكسب الصعب وفي الدقايق الأخيرة، لكن روح الفانيلا الحمراء كانت موجودة، علشان كده بقول مكسب أمام إنبي قبل مباراة الوداد المغربي كانت مباراة مهمة جدا، والمكسب فيها مهم جدا. زي ما احنا شايفين دي لقطات من التدريبات اليوم، مستر موسيماني كان موجود في التدريبات، النهارده شاهد التدريبات كمان عودة المصابين. النهارده بنشوف ياسر إبراهيم وعوده مره اخرى، واحد من اهم المدافعين في صفوف النادي الاهلي، شفنا مستواه الرائع قبل الاصابه ودوره المهم جدا، النهارده بدا يشترك او يشارك في التدريبات. شفنا الثلاثي، ثلاثي خط الوسط اللي هيكون ليهم دور كبير ان شاء الله في المباراه القادمه، حمدي فتحي وعمرو السوليه وديانج، ثلاث لاعيبه كبار في نص الملعب. النهارده عودتهم مره اخرى عوده مهمه جدا كمان، يعني محمد عبد المنعم بيتم تجهيزه للفتره اللي جايه، هنشوف هيلحق ولا مش هيلحق، طبعا بنتمنى ان شاء الله انه يلحق، وهو يعني اضافه كبيره لدفاعات النادي الاهلي. نتمنى كل اللعيبه تكون سليمه، كل الاوراق تحت ايد مستر موسيماني تكون موجوده. النهارده في حلقتنا احنا عملنا هاشتاج، وجه رسالتك لموسيماني لحصد الثالثه على التوالي. شاركونا النهارده كل جماهير النادي الاهلي، شاركونا برسائلكم ودعمكم للاعبي النادي الاهلي ومستر موسيماني. زي ما احنا شايفين دلوقتي، وجه رسالتك لموسيماني لحصد الثالثه على التوالي. النادي الاهلي ان شاء الله ومستر موسيماني يقدروا، عندنا زي ما بقول للمره الثانيه والمره الثالثه، عندنا لعيبه كبار، عندنا لعيبه عندهم
خبرات كبيرة يقدروا إن شاء الله رغم كل الظروف الصعبة، رغم عدم الحيادية إن المباراة تكون على ملعب حيادي، لكن لعيبة النادي الأهلي إن شاء الله قادرة في ظل الظروف الصعبة، شفناها قبل كده والنادي الأهلي بيرجع من تونس وسط جماهير صفاقس التونسي بالبطولة الغالية، شفنا قبل كده أمام القطن الكاميروني لعيبة النادي الأهلي بتلعب برضو بره ملعبها مباريات كبيرة، مباريات جيدة تقدر تتعامل مع كل الضغط الجماهيري اللي هيكون موجود هناك. النادي الأهلي بكرة هيغادر الساعة 5:30 إن شاء الله، كل التوفيق ليهم. ليترأس البعثة كابتن محمود الخطيب، وزي ما احنا عارفين تواجد الكابتن محمود الخطيب دايما في المباريات دي مهم جدا. تواجد كابتن محمود الخطيب شفناه في مباريات قبل كده، مباريات مهمة وكبيرة، فدايما دعمه وكلامه للاعيبة بيكون مؤثر بشكل كبير. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق للبعثة. نروح دلوقتي للمغرب ومعانا سيادة السفير ياسر عثمان سفير مصر في المغرب علشان نطمن أكتر على الترتيبات النهائية. مشرفنا ومنورنا على قناة الأهلي سيادة السفير. أهلا بحضرتك، حضرتك أهلا بيك يا فندم. منورنا على قناة الأهلي، ويعني عايزين حضرتك تحطنا في الصورة الترتيبات بقى النهائية لمباراة النهائي الأفريقي الأهلي والوداد. اكيد يا فندم، انا هحاول احكي كل حاجه بالتفصيل. يعني طبعا اولا انه احنا بنأكد طبعا ان احنا يعني هذا الحدث الرياضي ده طبعا بيدور في اطار علاقات متميزه بين مصر والمغرب على مستوى الدولتين وعلى مستوى الشعبين، وانه الهدف الاساسي ان احنا ندعم هذه العلاقات من خلال هذا الحدث الرياضي. النقطه الثانيه، النهارده كان في اجتماعات طول النهار بيني وبين السفاره وبين كل الجهات المغربيه المعنيه، وزاره الخارجيه، جهات المطار، اتحاد الكره المغربي، وتم وضع اليه ميسره لدخول المواطنين المصريين المشجعين الى المغرب لتشجيع النادي الاهلي. تمام. ده كان الهدف الاساسي من الاجتماعات النهارده بناء على تاكيد وزير الخارجيه انه لازم نضع هذه الاليه قبل المباراه بوقت كافي. وبالتالي تم وضع هذه الاليه بتفاصيلها وتم وفاة بها طبعا النادي الاهلي وشركات السياحه اللي تتولى ان شاء الله يعني القائمه على تمثيل الجماهير الى المغرب. تمام. النادي الاهلي يا سياده السفير في كل بياناته السابقه بيؤكد على توطيد العلاقه ما بيننا وبين اشقائنا في المغرب، وكانت مشكلتنا كلها مع الكاف في وضع ملعب محايد. العلاقه دلوقتي والاجواء والصحف المغربيه بتكتب ازاي عن هذا اللقاء؟ لا يعني هو طبعا انا هقول لحضرتك حاجه، اولا النهارده في الاجتماعات مع كل المسؤولين المغاربه بياكدوا على الاخوه والاستعداد والنيه الطيبه وتوفير كل الضمانات وكل التسهيلات اللي بيطلبها النادي الاهلي بمناسبه الكتابه. ده كان هو يعني الاساس اللي بنتكلم فيه مع الاخوه المغاربه، عشان كده وصلنا في يوم واحد لاليه متكامله، يعني ما خدناش اكثر من اجتماعات في يوم واحد. وبالتالي ده بيدل على طبعا يعني مدى حرصهم على العلاقات الاخويه مع مصر ومع النادي الاهلي. الاعلام هنا بالعكس، الاعلام هنا بتحاول نقول دايما يا جماعه انه هذه المباراه هي مباراه هامه وحدث رياضي هام جدا، ولكن بيصب في اطار العلاقات الاخويه اللي موجوده، وبالتالي لا يجب ابدا ان يخرج او تخرج اي تغطيه اعلاميه او تناول هذا الحدث عن هذا الاطار الاخوي بين الشعب. تمام. ترتيبات السفاره بقى سياده السفير يعني في استقبال جماهير النادي الاهلي. تمام يا فندم. طبعا اولا ان شاء الله بعثه نادي الاهلي تتصل غدا تقوم في استقبالهم. كل حاجه عايزه بالنسبه لبعثه نادي الاهلي فيما يتعلق بالاستقبال، بالتامين، بمباراه الاستاد التمرين، بكله تمام، ده كله ده جاهز بالنسبه لبعثه نادي الاهلي. فيما يتعلق بالجماهير، تم وضع اليه مع الجانب المغربي اليوم انه هتكون هناك قوائم، الجانب المصري اللي هو شركات السياحه ومصر الطيران هتوفينا بقوائم الجمهور اللي هيجي على الرحلات الطيران، وسيتم اعطاء التاشيرات في المطار لجمهور النادي الاهلي. كويس. سيكون هناك مكتب خاص من الجهات المعنيه المغربيه وممثل من السفاره في المطار يستقبل الجماهير ويعمل على حل مشاكلها، ويكون هناك طبعا شركات السياحه توفر وسائل الانتقال من المطار الى الاستاد ان شاء الله للتسجيل، ومن الاستاد ان شاء الله الى المطار والى القاهره، يعني ان شاء الله عوده حديثه. وده شيء جيد، يعني النهارده هيكون في احد يعني العاملين في السفاره متواجد في المطار لتسهيل
كل الاجراءات لجماهير النادي الاهلي، صح كده؟ لا مش واحد يا فندم، احنا ده مجموعه طبعا، مجموعه كبيره طبعا. مجندين احنا كويس لهذا الحدث الرياضي بتعليمات كل استفاره مجنده كويس لهذا الحدث الرياضي ان شاء الله. احنا عشان كده قمنا بالترتيبات قبل الماتش باكثر من 6 ايام عشان يبقى كل الخطوط العريضه والاليه واضحه ونقدر نشتغل بمتسق. تمام، يعني اذا التاشيره في المطار دلوقتي السيد السفير. تمام يا فندم، وفقا للقوائم اللي هبعتها للجانب المصري لينا. تمام. اشتغل عليه وفي تاشيرات في المطار دي. طيب ده شيء جيد وشيء محترم طبعا من السفاره على رسوم سياده السفير ياسر عثمان. الحاجه الثانيه، النهارده وصل الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي يعني عشان يشوفوا الاقامه، يشوفوا الملاعب، التدريب. طبعا اكيد السفاره كانت في استقبالهم النهارده وكانت مصاحبه ليهم في كل الامور النهارده. طبعا هم وصلوا بالسلامه، السفاره طبعا كانت موجوده والاتحاد المغربي كان موجود وكان في استقبالهم بتراعي اكثر من جهه مغربيه. طبعا للحق وان شاء الله هم سيبداوا ابتداء من بكره ان شاء الله فيما يتعلق بالحاجات التنظيميه الخاصه بالمباراه، واحنا معاهم احنا مع يعني مع البعثه يعني على طول خط كل الخطوات. ودايما الخارجيه المصريه بتكون دايما في الميعاد. بنشكرك يا سياده السفير، شكرا جزيلا وكل التوفيق ان شاء الله يعني للاعبي النادي الاهلي. واحنا عارفين دايما السفاره المصريه في المغرب يعني بتكون في يعني في استقبال كبير لكل البعثات وخاصه بعثه النادي الاهلي. بنشكرك شكرا جزيلا. زي ما احنا شفنا دلوقتي كانت مداخله مهمه جدا من سياده السفير المصري في المغرب ياسر بيه عثمان، وضح كل الامور. النهارده الاسماء اللي هتسافر ان شاء الله المغرب، التاشيره هيكون في مجموعه مجنده، هو قال كده بالنص، مجموعه من السفاره مجنده علشان تسهيل كل الاجراءات للمشجعين المصريين اللي هيسافروا من مصر او اي دوله اخرى للمغرب علشان يأزروا ويشجعوا النادي الاهلي. ده شيء محترم علشان كل الجماهير تكون عارفه الدعم الكبير اللي بتعمله السفاره هناك، وايضا هنا مجلس الاداره بالتواصل معاهم. برضو كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سمير عدلي، الاثنين النهارده سافروا علشان كل الترتيبات الاقامه، ودايما في تفاصيل تبقى مهمه جدا في الاقامه، ازاي احط اللعيبه بتاعتي كلها في دور واحد في الاوتيل او الفندق اللي بيقيم فيه لاعبي النادي الاهلي علشان يكون فيه تركيز كبير، يكونوا في جنب واحد كلهم، ملاعب التدريب النهارده تكون ازاي قريبه من مكان الاقامه، حته الاكل والشرب كمان النادي الاهلي مصطحب النهارده للشيف معاه اللي هيعمل الاكل، فكل الاجراءات وكل التزامات النادي الاهلي مركز في كل التفاصيل الصغيره. النهارده كان موجود في تدريبات النادي الاهلي وانا بعتبره دايما وش السعد مؤمن زكريا، اللي احنا بنتمنى له ان شاء الله كل الشفاء وكل الدعم لمؤمن زكريا اللي دايما موجود في ظهر النادي الاهلي ودايما مصاحب للنادي الاهلي، نتمنى له الشفاء من هنا. شفنا كان وشه حلو لما كان موجود في مباراه محمد صلاح وليفربول، النهارده موجود في تدريبات النادي الاهلي ايضا هو محمود كهربا اللي رجع، بنقول له الحمد لله على السلامه في اخر مباراه ليه في الدوري التركي، احرز هدف وصنع هدف. الاثنين النهارده كانوا منورين ملعب التتش. مؤمن زكريا بنقول لك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني زي ما نورت استاد القاهره في 2019 في مباراه القاضيه ممكن وشلت كاس افريقيا، ان شاء الله السنه دي النادي الاهلي بوشك الحلو ووجودك في التدريب النادي الاهلي برضه يشيل البطوله ال11. مؤمن زكريا دايما اللي انا بعتبره وش السعد للاعبي النادي الاهلي، النهارده الاثنين كانوا موجودين ودعم ومسانده كبيره ليهم. هو ده الشكل اللي انا عايز اشوفه خلال كام يوم اللي جايين، كل المسانده كل الدعم. كلامنا دايما كله عن المباراه بس، مش عايز اخرج لاي امور ثانيه، مين انتقل للنادي الفلاني، مين جاي النادي الاهلي، مين عمل مشكله، اللاعب الفلاني ما اعرفش مين، لا كل اللعيبه سواء اللعيبه الاساسيه اللي هيحطها مستر موسيماني في التشكيله الرئيسيه او كمان اللعيبه اللي بره البدلاء اللي على الدكه، احنا محتاجين كل اللعيبه. واحد زي رامي ربيعه النهارده كان بعيد عن التشكيله الاساسيه بتاعه النادي الاهلي، بنشوفه بيرجع ازاي بمستوى ازاي في المباراه وفاق الصيف وهو بيرجع في نص الملعب في المباراه السابقه امام انبي. فاذا النهارده كل الدعم لكل لاعبي النادي الاهلي. الحمد لله زي ما بقول لحضراتكم لعيبه المصابه رجعت النهارده، الثلاثي خط الوسط المهمين رجعوا وبداوا يشاركوا في التدريبات ياسر ابراهيم، ونتمنى ان شاء الله محمد عبد المنعم كمان يكون موجود.
نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مرة تانية. اهلا بحضراتكم من جديد، شاركونا النهارده في حلقتنا حاله الاشبال، وابعتوا لنا دلوقتي وهنقرا كل رسائل حضراتكم، كل رسائلكم دعمكم للنادي الاهلي ولاعيب النادي الاهلي ومستر موسيماني. وجه رسالتك لموسيماني لحصد الثالثه على التوالي، يعني ابعتوا لنا دلوقتي وهنقرا كل رسائل حضراتكم، واكيد الرسائل دي كلها بتوصل للجهاز الفني ولاعيب النادي الاهلي، ومهم جدا رسائل الدعم. مستمرين مع حضراتكم في تغطية فريق النادي الأهلي اللي إن شاء الله هيشارك فيه النهائي الأفريقي يوم الاثنين القادم، نتمنى له كل التوفيق. نروح بقى نطمن على لاعبي النادي الأهلي والمصابين خلال الفترة اللي فاتت. دكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، تحياتي ليك يا دكتور أحمد. ربنا يكرمك كابتن أسامة، إزي حضرتك؟ الحمد لله. طمنا بقى على كل مصابي النادي الأهلي خلال الفترة السابقة اللي ما شاركوش في مباريات الدوري، عندنا مباراة مهمة، قول لنا آخر الأمور وآخر الدنيا إيه معاهم. والله يا كابتن اسامه، احنا طبعا يعني بيبقى في اعتبارات للمرحله اللي احنا فيها بالنسبه حتى حل للنقطه الطبيه اللي بنشتغل على اساسها. احنا طبعا في اعتبار لمباراه الدوري اللي احنا كنا شغالين فيها، في اعتبار للمباراه النهائيه اللي احنا داخلين عليها ان شاء الله باذن الله. كان في محاولات لتجهيز اللاعبين حتى لو كنا هنخليهم يشاركوا بعض المشاركات البسيطه في المباراه اللي فاتت، ولكن ما حالفناش الحظ ده. لاعبين خط الوسط الثلاثي اللي هو عمرو السوليه وايو ديانج وحمدي فتحي، الحمد لله النهارده الثلاثه شاركوا مشاركه كامله في التمرين. يعني حمدي ان احنا كنا قللنا له الحمل شويه، ف يعني خد جزء من التمرين، انما الحمد لله عمرو السوليه وايو ديانج كانت مشاركه كامله النهارده في التدريبات. الحمد لله. والحمد لله يعني ما كانش في اي رد فعل سلبي خالص بعد المشاركه دي. وان شاء الله باذن الله يا رب كده يكونوا تحت تصرف الجهاز الفني بصوره كامله في المباراه اللي جايه ان شاء الله. ده بالنسبه لخط الوسط الثلاثي حمدي فتحي وعمرو السوليه وديانج، الحمد لله بصحه جيده وشاركوا في التدريبات. بالنسبه لياسر ابراهيم، ياسر برضو كان كنا احنا قلنا كان عنده بعض المشاكل في العضله الخلفيه، كان شد كده، الحمد لله برضو النهارده شارك مشاركه كامله كويس. ما كانش في اي شكوى برضه، الحمد لله شفنا بعد التمرين رد الفعل الحمد لله كان كويس جدا، فبرضه ان شاء الله جاي يعني تمام الحمد لله. النهارده في الاختبار في التدريبات جاهز الحمد لله. بالنسبه لمحمد عبد المنعم، محمد احنا قلنا يعني احنا هنشتغل معاه، هنحاول على قد ما نقدر باقصى جهد بجلسات علاج طبيعي مكثفه وجلسات تاهيليه مكثفه. عايز اقول لك النهارده تطور جدا في البرنامج بتاعه كويس. احنا عايزين يعني نكون متانيين عليه برضو، مش عايزين نكون في استعجال علشان يعني ما يبقاش في رجوع للاصابه او كده، انما الباب مفتوح، ما فيش وعود مننا ان محمد يكون جاهز في المباراه النهائيه. الشد اللي كان عنده في العضله الضمه بيتحسن جدا، انما لسه ما زلنا في المنطقه الرماديه اللي هو يعني ماشي يوم بيوم يعني يكون جاهز، مش بالظبط كده. لسه ما زلنا بعيد شويه ان هو يشارك، انما الامل موجود ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا كده في الايام اللي جايه ونشوف اخبار كويسه ونشوف نتائج كويسه عليه. تمام. محمد الشناوي كان اشتكى شويه، وما شاء الله شفناه في المباراه السابقه امام انبي بيلعب ال 90 دقيقه. محمد الشناوي برضو الامور جيده، يعني كنا قلنا برضو ان هو كان بعض القلق حافظوا عليه او المخاوف، فاحنا فضلنا ان احنا نحافظ عليه، انما لا ما فيش اي شكوى عنده حاليا خالص، محمد سليم الحمد لله. طيب عايزين برضو فرصه وحضرتك موجود معانا نطمن كل جمهور النادي الاهلي على لعيبه ممكن ما تكونش موجوده في النهائي الافريقي، بس لعيبه مهمه جدا، اولهم بدر بنون حالته وصلت لايه، خاصه يعني شفنا الايام السابقه بدا ينزل التدريبات. يعني بدر احنا طبعا كلنا كنا متابعين القصه بتاعته ان احنا راجعين من فتره راحه سلبيه كانت طويله شويه. فغير حتى الاصابات الثانيه، يعني لما بنشوف اصابه مثلا زي مثلا رباط صليبي ولا حاجه بيبدا اللاعب يعمل حاجات تاهيليه من بدري يعني. انما هو كان راحه سلبيه فديت مأثره شويه طبعا على القوه العضليه. ده اللي احنا كنا متوقعينه واحنا بنحط البرنامج بتاعه بعد ما بدانا نشتغل مع بدر. لا الحمد لله هو في منطقه كويسه جدا. متوقع ان شاء الله باذن الله كده يعني احنا قلنا اسبوعين ويبدا حاجات كده بسيطه مع الفريق. هو دلوقتي في مرحله ان احنا بنرجع له النفس بتاعه، الحاجات اللي هي الايروبيك، بنشتغل على القوه العضليه،
برضه بصوره مكثفه شويه، حتى احنا قبل ما ينزل بقى ان شاء الله التدريبات هنبدا نقلله الحمل شويه بحيث ما يحصلش اي مشاكل او اي اصابات تانيه، انما هو ماشي كويس جدا في البرنامج بتاعه. متوقع زي ما قلت لحضرتك كده اسبوعين ان شاء الله، ويبدا مشاركات جزئيه في التدريبات مع ان شاء الله، وده شيء جيد. برضه عايزين نطمن على اكرم توفيق، برنامجه ماشي ازاي؟ وصل لفين؟ انهي مرحله في البرنامج بتاعه؟ يعني اكرم دلوقتي احنا تقريبا 4 شهور، 4 شهور الا كام يوم. الحمد لله بالارقام او بالجدول اللي احنا بنحطه لتطور البرنامج التاهيلي بتاعه، الحمد لله اكرم ماشي كويس جدا في البرنامج ده. ممكن نقول ان احنا حتى سابقينه شويه. كويس. برضه اللي مشجعنا ان هو كان رباط صليبي، بس ما كانش فيه اي مشاكل في الغضاريف الحمد لله. فلا يعني احنا بنقول ان ميعاد العوده من عمليه الرباط الصليبي بتبدا من 6 شهور، ممكن تصل لغايه 9 شهور او على حسب المشاكل اللي موجوده، ممكن في ناس تنزل بعد سنه كمان. انما ان شاء الله باذن الله اكرم الأمور جيدة في المنطقه القليله جدا، يعني ان شاء الله باذن الله اللي هو في اقرب فرصه باذن الله يكون معانا في ان شاء الله. يعني اخيرا برضه عايزين نطمن على لويس ميكيسوني. لويس كويس، لويس بيجي لنا برضه موجود معانا كل يوم في التدريبات بتاعتنا، بيعمل جلسات علاج طبيعي. كنا ملبسين له كبيره ثابته، دلوقتي غيرناها بقت كبيره متحركه، بنسمح له ان هو يتني ويفرد مفصل الركبه. طبعا احنا كنا عارفين هو كان الاصابه بتاعته الجذع في الرباط الداخلي، وكان القرار ان احنا نعمل له علاج تحفظي، وعاملين له كورس كده للعلاج بالبلازما. ادينا له اول جرعه من 3 ايام، المتوقع الجرعه الثانيه تكون بعد ما نرجع من السفر ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله اكيد، يعني اللعيبه كلها وعودتها ده شيء مهم جدا، وبنشكره شكرا جزيلا دكتور احمد. يعني ما شاء الله عامل جهد كبير دكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي وكل العاملين كمان في الجهاز الطبي في النادي الاهلي، بنشكرك شكرا جزيلا. دكتور احمد ابو عبله من الشخصيات المحترمه جدا، يعني هو كمان كان دكتور الشباب في الناشئين، يعني ده ثمره الاشبال، وبرده طلع الفريق الاول، فاحنا دايما بنعتز بيه على المستوى الشخصي. دي كانت الصوره كلها، صوره كامله للاعبي النادي الاهلي والدعم وموسيماني، وايضا كمان سياده السفير اللي نقل الصوره هناك من المغرب، وكل الامور ازاي هتمشي ان شاء الله. يتبقى في يوم 30 مايو التوفيق، وده عنصر مهم جدا. زي ما اللعيب بيجي له يوم وبيكون موفق، نتمنى ان شاء الله لاعبي النادي الاهلي مستر موسيماني كل التوفيق في اليوم ده، ويكون الحظ حليف النادي الاهلي. نروح لملف انا ما كنتش حابب اتكلم عنه، ان الفتره دي هي فتره الكلام عن النهائي الافريقي والدعم والمسانده، لكن للاسف كل ما نحب نقفل الملف ده يطلع لنا كلام فيه كتير واقاويل كتير وجدال في الباطل. ملف التحكيم المصري في الدوري الممتاز، الحكام المصريين النهارده، الانديه بتصرف مصاريف كتير، بتصرف ملايين، بتجهز اجهزه فنيه اجنبيه، لاعبين اجانب، علشان النهارده نشوف منافسه حقيقيه. للاسف اللي بيبوظ المنافسه الحقيقيه في الدوري الممتاز هو التحكيم المصري. التحكيم المصري بقوانين كرة القدم اللي احنا عارفينها 17 مادة او 17 قانون، اصبحوا 19 مادة و19 قانون مع لجنة الكابتن عصام عبد الفتاح. كابتن عصام اللي احنا في زمن او في عهده في التحكيم المصري شفنا قوانين جديدة، شفنا الاحتواء، شفنا روح البروتوكول، بروتوكول اللي ليه 4 مواد الحكام بتشتغل عليها في العالم كله. في مصر هنا بنشوفهم 5، روح القانون او روح الفار. ما احنا خلي بالك كل يوم بماده جديده، مسميات جديده. هو ليه النهارده بالمناسبه استاذ جمال علام، هحكي لكم الواقعه دي. اول ما الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم تولى، كان النادي الاهلي بيلعب في بطوله كاس العالم للانديه، كاس العالم للانديه اللي كانت في الامارات، وبحكم ان هو رئيس الاتحاد المصري تم توجيه دعوة ليه، فكان موجود معانا هناك مع البعثة الإعلامية والصحفية في الإمارات، وأنا جمعني لقاء بيه، وكان موجود معانا الصحفي الكبير الأستاذ محمود شوقي، وكنا قاعدين. أول كلام قلته له أشدت بيه في قرار كان مهم جدا للناشئين في مصر، لغي قرار 50 كيلو إن اللاعب ما يروحش نادي يبعد عن بيته أو مسكنه 50 كيلو، قلت له ده أهم قرار حضرتك أصدرته، فالنهاردة بنقول لك تحية على القرار ده. قلت لك إن في ملف تاني يا أستاذ جمال مهم جدا،
لو انت النهارده بتدير الكره المصريه وعايز اسم الاستاذ جمال علام يتكتب من اهم رؤساء اتحاد الكره المصري لازم تشتغل على الملف ده. قال لي ايه؟ قلت له ملف التحكيم المصري. قلت له النهارده لازم تجيب خبير اجنبي علشان يقدر يعمل لك قاعده. احنا بنقول حلول، احنا انا مش طالع عشان انتقد. كل الاعلام والناس بتنتقد وكل يوم بنشوف يعني حاجات مضحكه بالنسبه لحكم الساحه او حكم الفار او تبرير الباطل او تبرير الاخطاء. لكن انا النهارده طالع علشان اقول حلول للتحكيم المصري. قلت له يا كابتن جمال او يا جمال بيه، علشان تصلح التحكيم المصري لازم خبير اجنبي. انت النهارده مش فنجان ده موجود خبير اجنبي وبياخد بالدولار، ممكن تجيب خبير اجنبي للتحكيم علشان يعمل لك قاعده، قاعده من الحكام اللي تحت. واحنا هنا بنذيع مباريات الناشئين على الاشبال بنشوف كوارث في التحكيم. حكام صاعده صغيره مش فاهمه القانون ولا فاهمه التحكيم، دول هيكونوا بعد كده حكام في الدوري الممتاز. بنشوف في الدوري الممتاز حكم وزنه زياده مش قادر يجري في الملعب. يعني ده يصح في التحكيم المصري بعد كل الفلوس اللي بتنفق والاجانب اللي بتيجي وعايزين نعمل دوري محترفين نشوف اهم عنصر في المنظومه بالضعف ده؟ ولا رايك ايه يا كابتن توفيق؟ كابتن توفيق السيد رئيس لجنه الحكام السابق في منطقه القاهره والحكم الدولي السابق، تحياتي ليك. كابتن اسامه تحياتي ليك وللساده المتابعين والمشاهدين، كل عام يا رب وانت دايما بخير يا رب. التحكيم المصري هيودينا فين؟ لا يعني انا بص انا سمعت طبعا المقدمه بتاعت حضرتك يا كابتن اسامه. انت متشائم اكتر من اللازم الحقيقه. والله انا ما شفتش حاجه عشان اتفائل بيها يا كابتن توفيق. طب هقول لك على حاجه، لما بشوف خطا انا كرئيس لجنه حكام اطلع اقول ده خطا والحكم اخطا، بس النهارده ادافع عن الخطا فدي كارثه، دي تدعو للتشاؤم اكتر. بص انا هتفق معاك في بعض الامور، هختلف مع حضرتك في بعض الامور، ده شيء طبيعي. احنا عندنا حكام يمكن من احسن الحكام الموجودين في العالم صدقني، لكن احنا عندنا دلوقتي في الوقت الحالي اللي انا بكلمك فيه عندنا ازمه ثقه ما بين الحكام. حقيقه. هجوم شديد جدا من كل يعني خلينا نتفق على شيء مهم، في هجوم كتير جدا، في حمله ممنهجه على الحكام، ربما حضرتك تنتقد الحكام وانت راجل محترم والقناه محترمه وتنتقد بموضوعيه وبشفافيه. انا هقف معاك على اخر نقطه حضرتك قلتها اللي هي النقطه بتاعت ان المسؤول لما يكون عندنا خطا لازم يعترف بالخطا. الاعتراف بالخطا يا كابتن اسامه هو اول طريق الاصلاح. ايوه. انا ما عنديش ادنى مشكله خالص ان انا لما الحكم بتاعي يخطا ان انا اطلع اقول اه النهارده حكامنا اخطات واحنا هنشوف الموضوع واحنا هنقعد وهنتكلم وهنشوف الدنيا دي كلها. شيء طبيعي حضرتك هتيجي تقول لي طب والنادي ذنبه ايه؟ اقول لك ما هو النهارده احنا بنلعب كره قدم يا كابتن اسامه. النهارده الخطا ده ربما يكون ضدك وطبعا غير متعمد، المره اللي بعديها ممكن يكون ليك برضه غير متعمد بدون قصد الحكام. حقيقة. لكن ان احنا نعالج المشكله هو ده اللي احنا لازم نقف عليه. انا بشوف ان لجنه الحكام الرئيسيه كابتن عصام عبد الفتاح وهو له كل الاحترام والتقدير، راجل عصام ادار التحكيم على مدار سنين طويله جدا، اخر مره كان يمكن حوالي 7 سنين. الحقيقه ان عصام بيشتغل كويس جدا في التحكيم، لكن انا بشوف من وجهه نظري بشوف ان عصام اليومين دول تحديدا انا مش حابب ان هو يطلع كل يوم يتكلم في القنوات. خلي بالك يا كابتن توفيق دي مشكله، يعني ظهور الاعلام كتير والكلام كتير بيؤدي لغلط كمان، يعني بتغلط في تصريحاتك. انا متفق معاك تماما، مع على فكره بقول لحضرتك كده وبقول للكابتن عصام نفسه كده. ان عصام خلي بالك عصام شخصيه محترمه، ربما يكون عنده بعض الضغوط اللي بتاثر على تصريحاته، وده طبعا شيء المهم المفترض ان هو يكون عامل حسابه. انا قلت من البدايه لابد ان يكون في متحدث رسمي باسم لجنه الحكام، ده شيء طبيعي جدا في اي حته في العالم موجود عشان رئيس اللجنه ما يصطدمش بالناس. لكن ان احنا نتكلم على التحكيم ونقول كذا واحد اثنين احنا عندنا مشاكل تحكيميه، انا مش هنكر ده، عندنا مشاكل تحكيميه في جميع المباريات على فكره، او في الغالبيه العظمى من المباريات، محتاجين دعم للحكام. اعتقد ان الفتره السابقه يعني الحته الماديه بتاعت الحكام الى حد ما مرضيه بالنسبه للحكام، لكن الحكام محتاجين شغل كتير جدا 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 الفتره اللي جايه دي. اعتقد ان في 19 عضو لجنه حكام كابتن عصام بشكل لجنه من 19 واحد، انا بتمنى اشوف دور الواحد فيهم دور ملموس. بمعنى ايه دور ملموس؟ انا النهارده مفترض ان انا لما يكون عندي رئيس لجنه الحكام وشايف حاجه من وجهه نظره انها غلط ان انا اصححها له، او هو ان هو شايف انها صح
انا برضو اقول له لا تعالى هنا لازم نتكلم. لازم النهارده لجنه الحكام مع كل الاحترام والتقدير ليها يمكن ما حدش بيتناقش مع كابتن عصام، ودي مشكله كبيره جدا. انك انت ال 19 عضو مش موجودين، يعني ال 19 عضو ما فيش حد فيهم بيراجع الراجل، الراجل برضو محتاج حد يعني ينبهه ويقول له 1 2 3 4. لكن صدقني يا كابتن اسامه القماشه عندنا قماشه محترمه، عندنا حكام على اعلى مستوى. يمكن يكون بعض الحكام عندهم عدم ثقه في الفتره الحاليه، اللي طبعا انت عارف في حكام ما راحتش كاس العالم، في حكام ما بتلعبش نهائيات البطوله الكونفدراليه، الدوريات في افريقيا انت عارف الامور بتدار ازاي. احنا محتاجين الدعم من الانديه، ومحتاجين الدعم من جميع المسؤولين، سواء اتحاد الكوره سواء مسؤولين الانديه، لان التحكيم في النهايه هو العنصر الاهم في المنظومه زي ما حضرتك قلت. احنا نتمنى، والله نتمنى الاصلاح، واحنا هنا بنتكلم بنيه الاصلاح، نفسنا نشوف التحكيم زي ما احنا بنتكلم وكل الانديه بتطور وبتشتري لعيبه واجهزه فنيه وبتصرف ملايين، نفسنا برضو نشوف التحكيم في افضل صور، وخاصه يا كابتن توفيق نفسنا نشوف التحكيم المصري او عنصر من التحكيم المصري دايما متواجد في كاس العالم. الحمد لله احنا عندنا كابتن محمود ابو الرجال موجود، هنحمد ربنا طبعا على كل شيء. محمود ابو الرجال يمكن انا قلت في كل حته انه من احسن الحكام الموجودين المساعدين الموجودين كان على مستوى العالم. بس بنطمع في الزياده. طبعا اختيارات الكاف يا كابتن اسامه انت عارف بتمشي ازاي طريقه اختيارات الكاف بالنسبه للحكام الساحه والحكام النهارده. خلينا نتفق على ان سيكازوي وجسامه رايحين كاس العالم. واحنا ما عندناش حد، عندنا طاقم تحكيم من الجزائر طاقم كامل، واثنين حكام من المغرب رايحين، واحنا ما عندناش حد. دي نقطه مهمه جدا. نتمنى ان احنا نشوف، انا يعني كل الاحترام والتقدير لحضرتك، لكن احنا مش عايزين نصور التحكيم المصري بالصوره القاتمه اللي احنا كل الناس عندنا اخطاء، عندنا اخطاء ملموسه، ملموسه. كل الدعم، يعني عايزين دعم عشان نقدر ان احنا نقف على رجلنا. انا بكلم حضرتك يمكن انا ما اكونش في واقع مسؤوليه، لكن انا في النهايه حكم، فبالتالي يهمني التحكيم، يهمني ان الحكام تظهر بصوره كويسه جدا، يهمني ان اللجنه تكون لجنه طبعا هي لجنه محترمه، يهمني اللجنه انها تشتغل وانها تعمل وتجتهد. تصريحات كابتن عصام انا بقولها لك، ما عندناش كسوف ان انا اقول لكابتن عصام يا كابتن عصام بلاش تصريحات. طب وحضرتك تتكلم عن التصريحات في القانون، وحضرتك درست التحكيم وبتدرس التحكيم وبتحاضر للحكام في روح القانون، روح البروتوكول وفي الاحتواء والقوانين الجديده اللي احنا بدانا نسمعها هنا بس في الكره المصريه وفي مباريات الاهلي فقط؟ لا طبعا ما فيش الكلام ده، انا بتفق مع حضرتك تماما وبختلف مع كابتن عصام في كل حاجه. ما ينفعش ان احنا نقول وروح القانون يا كابتن اسامه، روح القانون ان انت ما تكسرش القانون. يعني روح القانون ان انت ما تكسرش القانون، ما فيش حاجه اسمها روح البروتوكول، لان احنا النهارده الحكم بينزل يحكم المباراه طبقا للقانون، واذا كان في حاجات بتتقال ما بين الحكام وبعدها اثناء مباريات معينه في القسم الثاني ولا الثالث، لان كل مباراه وليها ظروفها. هتقول القانون واحد، اقول لك بس احنا احيانا بتلعب مباريات في طريق، في طريق لكل مباراه ليها طريق اداره، بس طبقا بما لا يخل بالقانون. اللي يستحق انذار لازم ياخد انذار. ودي كلمه مهمه يا كابتن توفيق، روح القانون انك تطبق القانون، هو ده روح القانون. وحضرتك بتتكلم عن يعني واحنا كنا بنتكلم من شويه عن النهائي الافريقي، فيكتور جوميز الحكم الجنوب افريقي، شايف ازاي الحكم ده وادارته لمباراه مهمه جدا يعني النهائي الافريقي بين الاهلي والوداد المغربي؟ طيب انا دايما وابدا بقول ان فيكتور جوميز هو افضل حكم في القاره حقيقه، من افضل حكام القاره، هو افضلهم الحقيقه. فيكتور جوميز كان حضرتك خدت بالك اكيد عارف ده ان هو لعب المباراه الدور قبل النهائي للفريق الوداد، ومع ذلك طبعا انا يعني اعتقد ان الحمله اللي عملها النادي الاهلي لاول مره يمكن تثمر او تسفر عن ان هو يجيبوا حكم، لان انا كانوا في الكواليس كانوا ممكن يستعينوا بجسامه والارتكاز وكانت تبقى مصيبه. فبالتالي فيكتور جوميز انا بشوفه من افضل حكام القاره، انا بقولها لك على مسؤوليتي حتى لو هو كان عنده اخطاء في المباراه. نتمنى ان يكون موفق في اليوم ده، ان الحكم زيه زي اللاعب زي المدير الفني محتاج التوفيق. صحيح، ما هو خلي بالك يا كابتن اسامه التحكيم ما هو الا توفيق. يعني التحكيم ما هو الا توفيق من عند الله سبحانه وتعالى، التحكيم التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. فيكتور جوميز من الحكام المحترمين، اعتقد ان هو هيدي كل واحد حقه، عنده شجاعه، عنده قدره على اداره المباراه بشكل كويس جدا. اعتقد حتى لو كان عنده اخطاء لازم يعني لازم هنقبلها، لان هو مش متعمدها اكيد، وان شاء الله ربنا يوفقه باذن الله ويوفق جميع حكامنا المصريين. طب وعلى الفار بملكه سيما الحكم الاثيوبي شايفه ازاي برضه؟ بص انا اشوف بملك من الحكام الامناء، بقول لك بامانه شديده، بملك التيمه من الحكام اللي عندها امانه بامانه شديده الحكام، عشان تبقى يمكن خلي بالك الجانب المغربي نفسه معترض على وجود بملك، لان هم كان ليه معاهم مشكله قبل كده برضو في تقريبا نهضه بركان او الوداد، فكان عندهم مشكله مع بملك. انا بشوف بملك الحقيقه من الحكام اللي عندهم امانه، وحط تحت كلمه امانه دي يا كابتن اسامه ثلاث اربع خمس خطوط، دي هو ده الاهم دلوقتي في التحكيم في قاره افريقيا، ان الحكم يكون امين.
سيبك من معيار الكفاءه، ده معيار الكفاءه ده ما عادي، اي حد بيقدر يحكم، اي حد بيعرف يصفر، الأمانة لكن معيار الامانه هي كل حاجه. اخيرا يا كابتن توفيق اسالك سؤال عايزك ترد عليا باه او لا. تمام. ممكن نشوف في الكره المصريه في مباراه حكم يحسب ثلاث ركلات جزاء؟ طبعا خمس ركلات جزاء، كابتن جلال غضون حسب خمسه قبل كده. في عصر الكابتن عصام فتاح استحاله. لا بص هو كابتن، خلينا نتفق على حاجه، هو كابتن عصام امبارح ما قالش للحكم، انا خليني ابقى صريح معاك واتكلم بكل صراحه. حضرتك بتتكلم امبارح على مباراه الزمالك واسوان، ركله الجزاء الثالثه هي ركله جزاء صحيحه 100% وانا بقولها لك. كابتن عصام ما قالش للحكم ما تصفرش، ما قالش للحكم لما تروح تشوف البار ما يصفرش، ما قالوش كده الراجل يعني، فاهم قصدي؟ هو كان قرار الحكم، انا كنت بتمنى ان الحكم يمتلك الشجاعه يحسب ركله جزاء، لان ركله جزاء الحقيقه كانت موجوده، ركله جزاء صحيحه 100% ومفيش اي مشكله ان انا لو عندي 10 ركلات جزاء في المباراه احسبهم، ما عنديش ادنى مشكله. تمام. على الاهلي، على الزمالك، على المصري، على الاسماعيلي، لصالحهم، حتى لو لصالحهم مفيش ادنى مشكله. بنشكرك شكرا جزيلا كابتن توفيق، ونتمنى لك كل التوفيق. كابتن توفيق السيد الحكم الدولي السابق وضح لنا الصوره كامله والتحكيم المصري رايح لفين واصل لفين، وانا من هنا التحكيم المصري عشان يتصلح حاله ونشوف تطوير في التحكيم المصري لازم خبير اجنبي هو اللي يتولى الملف ده، يتولى الملف مش عشان حكام الدوري الممتاز، لا علشان كمان دوريات الناشئين ونقدر نصنع جيل تاني من الحكام ونشوف حكام مصر في المحفل العالمي، حكام في كأس العالم. هنشوف دلوقتي رسائل دعمكم لمستر موسيماني، واحنا شايفين دلوقتي عبد الرحمن السنوطي بيقول الدعم كل الدعم يا اهلي، ان شاء الله ترجعوا بالف سلامه منصورين وفرحانين وجايين وجايبين الكاس معاكم من قلب كازابلانكا، من قلب المغرب، قدها يا اهلي قدها، الثالثه على التوالي للتاريخ، الثالثه على التوالي. محمد طمان بيقول ربنا يوفقك وينصرك يا رب ان شاء الله يا محمد مستر موسيماني وكل لاعب النادي الاهلي. اسلام عبد الرحمن واثقين فيك وفي رجاله فريقنا، شدوا حيلكم انتوا بتكتبوا تاريخ جديد باسمكم، فعلا الجيل ده لو خد البطوله الثالثه يبقى اول مره في قاره افريقيا يحصد البطوله الثالثه على التوالي. حمدي اباظه انت على بعد خطوات من تحقيق انجاز تاريخي، عندنا ثقه فيك ملهاش حدود، وانت عارف كل كبيره وصغيره عن القاره الافريقيه متمرس في المباريات الاقصائيه والنهائيه، كل الثقه والدعم الثالثه على التوالي. أمل بتقول ربنا يوفقه في مهمته الصعبة، رجل ذو أخلاق عالية ويحب الأهلي جدا كأنه مصري أهلاوي، هو فعلا. سمارة البحار، ربنا يوفقك وترجع بالحادية عشر يا موس إن شاء الله. عمرو محمود، الموس دايما يعطينا الثقة ودايما في المباريات الكبيرة بتلاقيه. زي ما احنا شايفين رسائل دعم كبيرة جدا من كل جمهور النادي الأهلي، وبرضه لسه مستمرين يعني، ابعتوا لنا هنقرا رسائلكم برضه معانا في الجزء الثاني من حلقتنا. بشرى ساره بقى لكل المواهب الموجوده في مصر، كل المواهب الموجوده في مصر، اختبارات النادي الاهلي ان شاء الله هتكون في نص سته الشهر القادم، نص شهر سته 15/6 النادي الاهلي هيعلن قريبا عن اختبارات الناشئين، هيبتديها الاول في ملاعب الناشئين في مدينه نصر. ملاعب الناشئين في مدينه نصر هتكون اختبارات النادي الاهلي، هتكون في نص سته قريبا بعد كام يوم النادي الاهلي هيعلن عن كل التفاصيل. بالمناسبه الاختبارات مش هتكون في مدينه نصر بس في النادي الاهلي، هتكون في كل محافظات مصر، هتكون في آلية ان شاء الله. الكابتن خالد بيبو هيطلع معانا الحلقه اللي جايه هيعلن عن كل التفاصيل وازاي اختبارات النادي الاهلي هتكون في كل المحافظات. اي لاعب عنده موهبه وشايف في نفسه انه ممكن يكون موهبه ويقدر يلعب في النادي الاهلي هيقدم فيها، ومن هنا هنقدم يعني وهنعلن عن كل التفاصيل ان شاء الله، والنادي الاهلي هيكون متواجد في المحافظات مش في يوم ولا في اسبوع ولا في شهر بس، لا ده على مدار الموسم وهنعلن عن كل التفاصيل. برضو احنا معاكم في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي بنبارك لفريق 2006 اللي حصد البطوله رسميا في المباراه قبل الاخيره، يعني في المباراه قبل الاخيره امام وادي دجله، اهلي 2006 يتوج ببطوله الجمهوريه بعد الفوز على وادي دجله بثلاثيه نظيفه. في الجولة قبل الأخيرة خسر فريق المقاولين اللي كان بينافس النادي الأهلي، خسر من إنبي في ملعب إنبي 2-1، فبخسارة المقاولين وفوز النادي الأهلي كده بنقول ألف مليون مبروك لفريق 2006 والكابتن سامر عبد الرحمن اللي عمل شغل هايل مع فريق 2006، وهنا زعنا مباريات كتير للفريق ده، فريق محترم، فريق عنده عناصر في منتخب مصر، جيل صاعد واعد، وبنقول لهم ألف مليون مبروك. ألف مليون مبروك يا كابتن سامر. طيب هنجيب دلوقتي الكابتن سامر هيكون معانا على الهوا اللي احنا بنبارك له، يعني
2006 زعنا ليهم مباريات كتير هنا أهلي وزمالك. المباراة الأخيرة اللي احنا زعناها شفنا ما شاء الله عناصر واعدة، عمر سيد معوض، شفنا التوأم حسام وعادل، شفنا أحمد عبدين ما شاء الله مدافع صاعد واعد، شفنا عمر كامل حارس مرمى كبير. والجيل ده زي ما احنا بنتكلم يعني عندنا يعني عناصر كبيرة في حراسة المرمى، شفنا عمار وليد، يعني شفنا إسلام يوسف، شفنا عمر هشام، يعني لعيبة كتير في 2006 ما شاء الله مميزة. ألف مبروك يا كابتن سامر، وبطولة كانت صعبة لكن كنتوا أداء وقدود وأداء رائع على مدار البطولة. الله يبارك فيك يا كابتن أسامة، وبشكرك طبعا على دعمك طول الموسم، وطبعا متابعينا على طول وبتديوا ماتشات كتير، ودي كانت حاجة كويسة جدا للقطاع الناشئين وحافز للاعبين إن يأدوا أكتر ما عندهم، عشان طبعا بتبقى حافز بيبانوا في التلفزيون وبيطلعوا في طبعا المنتخبات وكل الناس بتتفرج عليهم، فطبعا ده حافز مهم جدا جدا جدا. اذاعه الماتشات دي حاجه مهمه للناشئين في السن الصغير. بعد المباراه الاخيره، كانت المباراه قبل الاخيره ليكوا قبل انتهاء الدوري امام وادي دجله، كسبتوا 3، المقاولين اللي بينافس خسر 2 من انبي. بعد الفوز وخساره المقاولين كده حسمتوا اللقب بصفه نهائيه. لا هو طبعا يا كابتن اسامه، بخلاف الفوز بالبطوله اللي انت طبعا موجود في النادي الاهلي، ودي طبعا من سمات النادي الاهلي الفوز بكل بطولات الناشئين، قدرنا كمان ان احنا نحاول نفرض شخصيه لاعب النادي الاهلي، نحاول نعلم اللعيبه روح النادي الاهلي والبطولات واللعب على المكسب بصفه دائمه. عملنا لعيبه مميزين جدا جدا جدا، لعيبه كثيره اتطورت، عندنا هدافين مش هداف واحد، غير بخلاف ان احنا عندنا هداف الدوري، لعيبه كتير جدا احرزت فوق ال 10 اهداف، ودي حاجه مهمه جدا جدا. عندنا عمار وليد احرز 13 هدف، عمر سيد معوض 13 هدف، ابراهيم عادل 14 هدف، يعني في مجموعه كبيره جدا جدا الاهداف، احرزنا كميه اهداف كبيره جدا. اللعب هجومي، تعودوا على اللعب الهجومي، احرزنا عندنا عناصر مميزه جدا جدا جدا، قدرنا ان احنا نفرض شخصيتنا من اول الموسم، بنحاول نصنع شخصيه لاعب مناسب للفريق الاول للنادي الاهلي، ودي كانت اهم من الفوز بالبطوله. ما شاء الله الفريق 2006 فريق مليء بالمواهب، واحنا هنا بنذيع كل جماهير النادي الاهلي بدات تحفظ اسماء اللعيبه. وكمان وكمان الفرقه دي ما شاء الله ليها منتخب مصر، وعندنا عدد كبير كمان من لاعبي النادي الاهلي في منتخب مصر. كلامك صح يا كابتن اسامه، عندنا 7 لاعبين في منتخب مصر، وان شاء الله ممكن يكونوا في زياده، لان عندنا الكابتن محمد وهبه المدير الفني لمنتخب مصر تابع مباريات كثيره جدا الفتره الاخيره لفريقنا 2006، ما شاء الله عليهم بيلفوا وبيتابعوا كل المباريات، اعتقد ان العدد مرشح للزياده الفتره اللي جايه، لان في ختام الموسم وفي المرحله المهمه جدا من الموسم تالق عدد كبير جدا من اللاعبين اللي ما كانوش منضمين اساسا للمنتخب، فاعتقد هيكون في فرصه ان العدد يزيد عن 7 لاعبين، ودي حاجه طبعا من سمات النادي الاهلي، واتمنى كمان ان يقدروا يحافظوا على مكانهم ويقدروا يعملوا حاجه لمنتخب مصر الفتره اللي جايه. يعني ان شاء الله اصعب مباراه في البطوله. كل المباريات صعبه يا كابتن اسامه، ان احنا بنلعب على الفوز من اول الدوري، واعتقد بالنسبه لحسم البطوله كان ممكن تحسم البطوله من بدري شويه، لان احنا زي ما انت عارف يا كابتن اسامه لغوا مباراه نادي الاتحاد، واشوف ان ده حاجه اجراء اشوف فيها التنظيم ليكوا. لان شالوا مننا 3 نقط و5 اهداف طبعا. الاحصائيات والارقام بتبقى مهمه جدا في اخر الدوري. فلما يتسحب منك 3 نقاط، المنافس نادي المقاولين كان متعادل مع الاتحاد فشالوا منه نقطه واحده، احنا اتسحب مننا 3 نقاط، كنا ممكن نحسم البطوله من بدري شويه. طبعا دي كانت اشوف ان المفروض يغيروا شويه اللوائح في النقطه دي، لان نقطه بتيجي على فرق على حساب الفرق الاخرى يعني. الحمد لله قدرنا نعمل موسم مميز جدا جدا جدا، واجهنا صعوبات كتيره، صعوبات في اول الدوري، فتره اللي حسم الدوري كان فيها امتحانات شغاله لغايه دلوقتي، فطبعا دي بتاثر على اللعيبه جدا، لان طبعا انت مطالب انت عندك لعيبه من محافظات مختلفه، بيبقى عنده امتحان الصبح ويجي لك التمرين، يوصل اخرنا معاد التمرين الساعه 5، ويخرجوا من امتحانات على التمرين ومن امتحانات على ماتشات، فكان يعني فتره صعبه جدا جدا على اللعيبه، بشكرهم قدوا موسم مميز ان شاء الله، وربنا يقلل مجهودهم بالبطوله، اتمنى ان اللعيبه دي تكمل على نفس المستوى، يكونوا نوال لعيب فريق اول نادي اهلي مميز ان شاء الله. واحنا زي ما معودينكم قريب ان شاء الله هنعمل لكم احتفاليه كبيره هنا يعني بمناسبه ان فريق 2006 حصل على بطوله الدوري. كل سنة ما شاء الله 2006 بياخد الدوري، فالسنة إن شاء الله هنعمل لكم احتفالية عن قريب يا كابتن سامي.
بنشكر الكابتن سامر عبد الرحمن شكرا جزيلا. نروح لفاصل، وبعد الفاصل ايضا مع فريق بطل فريق 2007 اللي حصل على البطوله. بعد الفاصل المدير الفني الكابتن اسامه زكي واللاعب احمد الشيخ احد برضو العناصر المميزه في فريق 2007، ولكن بعد الفاصل. قدم فريق الأهلي مواليد 2007 أوراق اعتماده لدى الجماهير الحمراء وقبلها إدارة النادي ومسؤولي قطاع الناشئين بعد أن نجح في التتويج ببطولة الجمهورية للموسم الحالي، بجانب تحقيقه للهدف الأهم هو إفراز مواهب ولاعبين أصحاب قدرات فنية وبدنية جيدة ستكون نواة لمستقبل القلعة الحمراء. وقاد أسامة زكي المدير الفني لفريق الأهلي مواليد 2007 منظومته لحصد لقب بطولة الجمهورية قبل نهايتها بجولة واحدة، بعد أن حصد 77 نقطة جمعها من الفوز في 24 مباراة والتعادل في 5 مباريات والخسارة في 4 مباريات. لم يكن الطريق سهلا أو مفروشا بالورود، ولكنه صعب في ظل منافسة شرسة بين كل الفرق المشاركة، ورغم ذلك نجح أسامة زكي مدربنا القدير وجهازه المعاون محمد حافظ ومحمود عبد الله مدربان لحراس مرمى في قيادة فريقه لحسم اللقب مبكرة وسط مجموعة مميزة من اللاعبين ينتظرها مستقبل باهر، مثل ياسين محمد ومحمد عاطف وإياد مدحت وكريم عيد وعمر فتحي ويوسف نادر ويوسف عبد القوي والهداف محمد عبد الفتاح ساحة وحمزة علي وزملائهم. اليوم معنا أسامة زكي ونجوم الفريق ليتحدثوا للأشبال عن مشوار الفريق الصعب للفوز ببطولة الجمهورية. أهلا بحضراتكم من جديد. النهاردة معايا فريق أبطال، فريق قدر يكسب بطولة الجمهورية مواليد 2007، فريق محترم، فريق مليء بالعناصر والمواهب المميزة جدا، إن شاء الله قريبا هتسمعوا عنها في النادي الأهلي. بحب النهاردة أقدم يعني المدير الفني الكفء اللي قدر يحسم بطولة دوري الجمهورية مواليد 2007 الكابتن أسامة زكي. نورنا وشرفنا كابتن أسامة. ربنا يخليك يا كابتن، سعيد بوجودي معاك وببقى فرحان جدا لما موجود في قناة الأهلي، ومتشكر قوي على دعمك لينا والمقدمه الجميله دي. لا ده اقل حاجه انتوا تستحقوها صراحه. ربنا يخليك. ايضا واحد من العناصر الموهوبه وعناصر مميزه ما شاء الله تالق في بطوله 2007 اللاعب احمد الشيخ. نورنا يا ابو حميد. نورك يا كابتن. ايه مكسوف ليه؟ لا على صوتك انت راجل والله. انت الاول مركزك ايه في الملعب؟ انا هاف شمال. هاف شمال يعني راجل بتجيب اهداف وبتعز اهداف. لازم صوتك عالي. حاضر. كابتن اسامه الاول طمنا على صحتك، يعني في اخر مباراه اخر ماتشين في الدوري او اخر 3 مباريات بعد ما خلاص حسمت الدوري وطمنت، حصلت وعكه صحيه كده شديده عندك؟ يعني احكي لنا اللي حصل ايه والدنيا وصلت ايه دلوقتي. لا الحمد لله رب العالمين. هو كان يمكن في اخر ماتش، كان ماتش الجيش كان في رمضان، فكان يوم الجمعه، فربنا سبحانه وتعالى قدر. كنت صاحي بصلي الفجر، فعينيا حسيت بانها عينيا اليمين مش شايف بيها كويس. عملت تحاليل واشعاعات، اتصلت بالكابتن خالد، وكابتن خالد بعت كابتن صبري الاداري طبعا رحت مستشفى، ودكتور محمد صلاح عمل لي حقنه وكانت جلطه هي في العين. فالحمد لله رب العالمين دلوقتي يعني لابس النضاره بشكل مؤقت لغايه ما في حقنه تاني ان شاء الله تتحمل الاسبوع اللي جاي، وربنا الشافي الحمد لله. الحمد لله الامور مستقره. لا الحمد لله بالنضاره افضل. الكره متعبه صح؟ ضغوطات طول السنه طبعا. يعني يمكن فرقه 2007 من الفرق اللي كابتن خالد بيبو قال لي ده تحدي السنه دي مع فرقه 2007. اولا كان فرقه طالعه لسه من البرايم. تاني حاجه اول سنه تلعب دوري جمهوريه، دوري صعب. تالت حاجه ان التزوير في الفرق الثانيه بشكل كبير جدا مشكله في 2007. خاصه في 2007 يمكن كان اصعب، انا بعتبر من اصعب الدوريات. لان اللي عايز يزور او يسنن في فرقه 2007 سهل، وبيبان الفرق 3-4 سنين. يعني انا مش عايز اتكلم بدون داعي لذكر اسماء انديه، احنا كنا بنلعب رجاله كبار.
كان مستر مايكل كل ماتش كان موجود او كابتن خالد، لا باللاعب فرق قوه وسرعه طبعا. بس الحمد لله رب العالمين، انا فرقه 2007 كان رجاله من اول السنه، انا كنت واخد الموضوع تحدي. يمكن الضغوطات كتير كتير قوي، منها كمان يعني ولي الامر، ودي مشكله كبيره هنتكلم عنها دلوقتي. دي مشكله هنتكلم عنها. النهارده يوم احتفال وجايين نحتفل بيكم الحاجات الحلوه من شوار الدوري. الاول بس يقول لي في تعبك، كنت قلت لي النهارده كابتن خالد بيبو يعني طبعا النادي الاهلي وقف جنبك طبعا طبعا طبعا. كابتن خالد والنادي الاهلي ما تاخرش عني بحاجه. كان في مستشفى طبعا بدون داعي برضه لذكر اسمها. كابتن خالد وقف جنبي وما سابنيش طبعا، والنادي الاهلي كله ما بيتخلاش عن ابنائه. الحمد لله رب العالمين قام بالواجب كله معايا الحمد لله، ولسه طبعا في يعني مكملين، ربنا يسهل بس بالشفاء يعني. يشفاك على خير بس الحمد لله الحمد لله، ربنا يتم شفاك على خير ان شاء الله. احمد الشيخ قول لي يا ابو حميد بقى مركزك، انت قلت لي خوف شمال، خوف شمال ناحيه الشمال تحت المهاجم. احرزت كام هدف في الدوري؟ انا جبت 16 جون في الدوري. وكان معظمهم في الدور الاول. في الدور الثاني ما جبتش كتير بس كان معظمهم في الدور الاول. طب قول لي بقى بدايتك، انت دخلت النادي الاهلي امتى، ومين اللي شافك ومين اللي رشحك للنادي الاهلي؟ انا دخلت النادي الاهلي وانا عندي 5 سنين تقريبا، كنت في الاكاديميه. بعديها لما تميت 9 طلعت الناشئين. وكان معايا كابتن اسامه وكابتن زيزو. مين اللي رشحك، مين اول مدرب يعني اختبرك من الاكاديميه للناشئين وقال لك انك تلعب في الناشئين النادي الاهلي؟ كان تقريبا كابتن تامر حفني. هو كان اول واحد برضه قال لي اطلع الناشئين وكده. وكان هو اللي اختارني من الاختبارات. بعديها لما طلعت كنت مع كنت مع كابتن زيزو. وده كان تقريبا اول مره العب فيها في الناشئين. دي احنا بنستعرض دلوقتي مباراه الاهلي والزمالك صح. انتوا السنه دي مباراه الاهلي والزمالك، قول لي بقى دي لقطات احمد الشيخ رقم 10، تلبس رقم 10 صح؟ كانت مباراه في مدينه نصر، انتوا الاول كسبتوا الزمالك في ملعب الزمالك كام؟ 4-0. 4 وحققتوا نفس النتيجه عندنا في ملعب الناشئين مدينه نصر 4. كنتوا بتتكلموا مع بعض وانتوا النهارده مباراه الاهلي والزمالك، ودايما مباراه الاهلي والزمالك حتى لو ناشئين صغيرين بتبقى مباراه قويه ومتشافه ومسموعه في كل حته، كنتوا بتقولوا ايه لبعض كلعيبه قبل المباراه؟ احنا كنا فاكرين انه هيبقى ماتش صعب واحنا على طول بناخد اي ماتش بجديه. بس يعني ما طلعش زي ما احنا تخيلنا خالص. اسهل بكتير. عشان انتوا واخدين الامور بجد من الاول. يعني احنا افتكرنا ان احنا هنكسبهم 4-0. وبعديها مثلا هم يجوا متحسنين وكده، بس كسبناهم 4 تاني. اكتر عايزين نعوضه. بس كسبناهم 4 تاني. قول لي احسن هدف احرزته في الدوري كان في مباراه ايه؟ كان في ماتش الجيش، كان كورنر. اتردت فشطها راحت في الزاويه الشمال. ده كان احلى هدف ليك واعز هدف في الدوري. كابتن اسامه قول لي بقى، مشوار الدوري السنه دي الامور مختلفه، ما بتلعبش دوري منطقه، بتلعب دوري جمهوريه. 2007 لسه برضه ولاد صغيرين محتاجين خبرات كبيره، ازاي قدرت تتغلب على الخبرات القليله مع اللعيبه في مشوار دوري صعب؟ والله من اول السنه الحمد لله زي ما قلت لحضرتك كان في تحدي كبير مع فريق 2007. انا اول مره تشتغل معاهم ولا اشتغلت معاهم؟ لا اشتغلت معاهم قبل كده، انا كنت معاهم السنه اللي قبل اللي فاتت وخدت بهم بطوله كبيره برضه، بطوله زد. فانت عارف اللعيبه. وكنا برضه لعبنا الزمالك في النهائي وكسبنا برضه 1-0 وخدنا البطوله. كانت بطوله كبيره والله، لان كان بنلعب حوالي 6-7 ماتشات خدنا البطوله. فانا عارف معظم الاولاد وعارف امكانياتهم. اشتغلت طبعا بفضل ربنا من اول السنه على اساس ان احنا عايزين ناخد البطوله ونحقق بطوله كبيره. طبعا ساعدني الاولاد طبعا، كانوا رجاله وكانوا حاسين بالدوافع، وانا كنت على طول بقول لهم انتوا هتبقوا في حته ثانيه لما تاخدوا بطوله. يمكن اول بطوله يعني انت بتزرع من اول يوم فيهم روح البطوله وروح المكسب. طبعا ودي شخصيه اللعيب اللي يلعب في النادي الاهلي. انا مش عايز لعيب في النادي الاهلي اولا لعيب كويس، انا عايز لعيب مميز كويس. دي نمره واحد. نمره اثنين عايز لعيب يبقى عنده شخصيه، شخصيه البطل وشخصيه ان هو دايما عايز ياخد بطوله. ودي اللي بنربيها في الـ في الـ في اللعيب وهو صغير. الحمد لله يعني الاولاد كانوا على قد المسؤوليه. كان في ماتشات كتيره قوي صعبه بره ارضنا كنا بنعاني من اصعب المباريات. ايه يمكن ماتش السنه دي كان ماتش الاتحاد هناك. بس عايز اقف قدام الهدف ده، الهدف ده اللي احرزه احمد الشيخ صح؟ ده كان في مباراه الزمالك. مباراه من الاهداف الحلوه، يا ريت ترجعوا لنا بالهدف ده
يعني لو تقدروا هدف يعني متشاطه الاستلام حلو ولفه الجسم. كلمنا بقى ابو حميد عن الهدف ده. هو انا في الاول كنت واقف ما كنتش متوقع خالص اللي عمر فتحي يعني. هو عمل نفسه اكنه هيشوط فالولد اتحرك من مكانه. بص بص معانا الهدف. انت استلمت بشمالك الاول ولفيت بوسطك يعني بوسط 360 درجه وحطيتها في الزاويه البعيده عن حارس المرمى. ارجعوا لنا بالهدف عشان نشوف الاستلام الحلو، المهاره الحلوه في التسديد. بص واقف كده هنا بجنبك او واقف بظهرك لحارس المرمى. الاستلام استلمتها بشمالك، استلم برجله البعيده. برجله البعيده بيعملها لنا على طول في تمرين على طول. اشرح لنا بقى الهدف الحلو ده. هو كابتن على طول بيعمل لنا في تمرين نفس حاجه بالظبط. هو في تمرينه كده بتكون كل اسبوع مرتين. فانا متعود على هي استلامها بالبعيده واشوطها بالرجل العكسيه. يعني انتوا بتتمرنوا عليها دايما في التمرين. ايوه كابتن اسامه بيعملها لكم فجت في المباراه بقت الامور سهله. ده طبعا المباراه دي كانت مباراه كبيره. كانت مباراه كبيره وبفضل ربنا الحمد لله الاولاد كانوا بيستوعبوا بسرعه كبيره قوي الشغل اللي انا كنت بديه من شغل استحواذ في مساحات ضيقه عشان اعودهم على المواقف الصعبه وكانوا بيحلوها. يعني يمكن فرقه 2007 السنه دي من احسن فرق القطاع ومن احسن فرق 2007 في مصر. يعني كل خلي بالك ده لغه الارقام هي اللي بتقول كمان. طب ما اعرضوا لنا كده الجداول جدول الترتيب عشان دايما لغه الارقام هي اللي بتتكلم. لا يعني احنا مش بنقول مجرد كلام هنا. النادي الاهلي في الترتيب الاول لعب 19 مباراه، فزت في 4 تعادل في 2006 يا كابتن. ده 2006. لا احنا جدول 2007. طيب فبقول لحضرتك طبعا الاولاد كان بيستوعبوا بشكل كبير جدا. يمكن بقول لحضرتك معظم فرق القطاع والكابتن خالد كانوا بيحبوا يجي يتفرجوا على فرقه 2007. الاداء وطبعا كان مهم جدا زائد النتيجه. والاداء بيجيب نتيجه الحمد لله رب العالمين. لو كسبت مباراه والاداء مش عاجبك كنت تزعل وتتكلم على اللعيبه ولا دايما؟ والله اقول لحضرتك حاجه. انا في ماتش الاسماعيلي هناك الملعب كان سيء جدا. وانا غيرت من التكتيك بتاعي. في طيب ده معانا ترتيب بطوله دوري الجمهوريه مواليد 2007. نادي الاهلي في المركز الاول لعب 33 مباراه، فاز في 24، تعادل في 5، هزيمه في 4، 88 هدف ما شاء الله عدد كبير من الاهداف. دخل مرماك 23 هدف، 77 نقطه. الاتحاد السكندري في المركز الثاني برصيد 73 نقطة، فاركو في المركز الثالث 70 نقطة، إبي في المركز الرابع 64، مقاولين العرب الخامس 63، بيراميدز في المركز الخامس 62. الأهلي ما شاء الله أرقام كبيرة، يعني لما أشوف عدد من الأهداف، سيراميكا في المركز السابع، الزمالك في المركز الثامن. الزمالك في المركز الثامن، طلائع الجيش في المركز التاسع، سموحة في المركز العاشر، الإسماعيلي 11، مصر المقاصة مركز 12. بقيه الجدول غزل المحله 13، الجونه 14، وادي دجله 15، بعد كده البنك الاهلي في المركز الاخير الشرقيه للدخان. لما اشوف 88 هدف مشوار الدوري اكيد عدد من الاهداف كبير جدا. الحمد لله. انا بقول لحضرتك وكل الاولاد عندي احرزوا اهداف يعني. تاحة، احمد الشيخ، الباك رايت بيحرز اهداف، الباك شمال بيحرز اهداف، كل اللعيبه في السيرد باك بيحرز اهداف. فالحمد لله كان في بدلات هدفيه. والحمد لله رب العالمين ان الاولاد كانوا عند حسن الظن السنه دي. كلهم صراحه كانوا على قد المسؤوليه وكلهم كانوا رجاله. وطبعا بمساعده او بمسانده الكابتن خالد بيبو ومستر مايكل طبعا كان بيدعم. الكابتن خالد كان بيدعم بشكل كبير الفرقه دي بالذات. طب قول لي عايز اعرف اسمع برضو الجهاز الفني بتاعك. طبعا ليهم برضو حقهم. طبعا الجهاز الفني طبعا في مدير اداري كابتن صابر طبعا ده يعني عمل مجهود كبير جدا السنه دي يعني وكان شغال اخصائي نفسي كمان لان الفرقه في السن ده صعب السيطره عليها. فكان معانا الجهاز الفني كابتن صابر الاداري لفريق 2007. كابتن اسامه زكي مدير فني، كابتن محمد عبد الحافظ مدرب، محمود عبد الله مدرب حراس مرمى، عدنان سمير مدرب احمال، حازم عبد الرحمن طبيب، ناجح احمد مدلك، صابر سناده اللي كنت بتكلم عنه مدير اداري الفريق، شعبان عبد الله مسؤول تجهيز ملعب، ومحمد حامد مسؤول ادوات ومهندس. ده كل الجهاز الفني. الكابتن صابر طبعا كان له دور كبير جدا معانا اول السنه. كابتن محمود مدرب حراس المرمى حاجه جميله طبعا. طب تعالى نشوف برضه واحنا بنتكلم عن لغه الاهداف وما شاء الله حرزتوا 88 هدف، نشوف هدفين الفرقه في فريق 2007 هيستعرضوها معانا حالا دلوقتي.
هداف الفريق محمد عبد الفتاح تاحة 26 هدف. ما شاء الله عدد من الأهداف كبير. محمد أحمد الشيخ ضيفنا النهاردة ثاني الهدافين 16 هدف. وبالمناسبة محمد تاحة يكون معنا بعد قليل دلوقتي على الهواء، واحد من المهاجمين المميزين جدا، يعني بينتظرهم مستقبل كبير في النادي الأهلي والكرة المصرية. أحمد الشيخ 16 هدف، مصطفى بهجت 9 أهداف، عصام محمد 9 أهداف، حازم عاشور 5 أهداف، عمر فتحي 4 أهداف، يوسف محمد 4 أهداف، ومحمد رأفت 3 أهداف. ما شاء الله دول 88 هدف وعدد كبير من الأهداف. أبو حميد قول لي بقى مثلك الأعلى مين ونفسك تكون زي مين؟ أنا مثلي الأعلى ميسي الصراحة. ميسي؟ عشان هو يعني هو الوحيد المختلف في كل اللعيبة يعني. كريستيانو ممكن تكون زيه بس ميسي يعني مهارة أعلى. بالظبط. وفي مصر هنا مين بيعجبك؟ لعيبة النادي الأهلي تحب تتفرج عليه؟ أنا محمد شريف الصراحة. محمد شريف. برضه بيلبس 10 زيك، ما انت ايه بيلبس 10. بنتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق يا ابو حميد، ونشوفك ان شاء الله في الفريق الاول قريب. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين بحضراتكم مره ثانيه. هيكون معانا واحد من نجوم 2007 وواحد من هدافي الفريق، محمد عبد الفتاح تاحة. بعد الفاصل مستمر معانا كابتن اسامه زكي المدير الفني لفريق 2007. اهلا بحضراتكم من جديد، بنرحب بواحد برضو يعني انضم لينا من نجوم فريق 2007، واحد من العناصر المميزه، واحد من هدافي الدوري ما شاء الله برصيد 26 هدف. ولما بنتكلم عن رصيد الاهداف يعني ممكن نتكلم عن دوريات الجمهوريه كلها في الاعمار السنيه المختلفه، ممكن نلاقيه هو اكتر هدافي في دوري الجمهوريات، اللاعب محمد عبد الفتاح تاح. منورنا يا تاح. ازي حضرتك يا كابتن، ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله زي الفل. قول لي الاول انت منين؟ انا من الشرقيه، من محافظه بلبيس، قريه متحمل، مدينه بلبيس. يعني بلديات شرقيه. طيب ماشي، منورنا يا تاح. قول لي بقى انت انضميت امتى للنادي الاهلي؟ من وانا عندي 5 سنين. مين اللي وداك؟ كان كابتن ياسر ريان. كان عندنا في دوره رمضانيه كده. وشافني وانا كنت بلعب واداني ميعاد ان انا اجي النادي الاهلي، وقال لك تيجي النادي الاهلي تختبر في النادي الاهلي. ومين لما رحت بقى النادي الاهلي اختبرك وشافك تفتكر؟ كابتن تامر حفني. ده برضه له فضل عليا كبير قوي. وكابتن زيزو، كابتن زكريا حسين، كباتن كتير بس مش عايز مش عايز تنسى حد. وكابتن اسامه زكي طبعا اللي معانا، يعني اللي ساهم معاك في 26 هدف في الدوري السنه دي. لا ده حاجه ثانيه خالص ده. تمام. قول لي بقى الدوري السنه دي دوري حلو ودوري قوي، بتقابلوا كل الفرق زي الفرق الموجوده في الدوري الممتاز، بتقابل الاسماعيلي، بتقابل الزمالك، بتقابل المقاولين، انبي. شفتوا الدوري ده ازاي قبل انطلاق البطوله، وكنتوا انتوا بتقولوا ايه لبعض كلاعيبه مع بعض مع الجهاز الفني؟ طبعا اول كنا مبسوطين طبعا ان احنا كنا هنلعب دوري جمهوريه زي الدوري الممتاز طبعا. بيعمل الفرق كلها. يعني بنسافر نروح نيجي، يعني كابتن خالد بيبو وكابتن مستر مايكل كانوا متوفر لنا كل حاجه بصراحه، وكانوا على قد المسؤوليه يعني. انت بتلبس رقم 9 صح؟ بنعرض لك هنا بعض اللقطات كده. بص هنا محمد عبد الفتاح تاحة بيلبس رقم 9، هو ده يعني الموهبه المنتظره ان شاء الله، واحد من هداف النادي الاهلي والعناصر الواعدة ان شاء الله هنشوفها قريب. دي مباراه الاهلي والزمالك، احرزت هدف انت فيها؟ الجون الثاني. الجون الثاني جون الاطمئنان بقى. ايوه. اول مره اول مره تلعبوا الزمالك صح؟ ولا لعبتوها قبل كده؟ لا قابلناها قبل دوري الجمهوريه. قابلناها كنا في دوري زد. قابلناها حوالي مرتين. خدنا منهم البطوله، كان على يد الكابتن اسامه. برضه كابتن اسامه كمان. ده الهدف بتاعك اللي انت احرزته، عايزين نرجع بالهدف تاني. دي بعض اللقطات بس عايز اشوف الهدف تاني. رجعوا لنا بالهدف تاني، وعايزه هو اللي يشرح ويحلل الهدف التاني اللي احرزه في نادي الزمالك. ده الهدف، قول لي بقى احكي لنا انت عن الهدف ده. انا والله وزميلي محمد السيد كده كان بيلعبها، قلت ما اخد خطوتين لورا كده يمكن اجيبها بدماغي. فوانا بلف جسمي كده لقيتها قدامي، رحت انا متزحلق. الحمد لله يعني اللي هي دخلت الجون. كان فيها توفيق كبير. الحمد لله. قول لي بقى احلى، انت حرزت كام هدف السنه دي في الدوري؟ بفضل الله الحمد لله 26 هدف. احلى هدف فيهم؟ هو معظمهم كويسين بس على ما اظن يعني كان جون طالع الجيش.
جون طلع الجيش اللي هو الدور الثاني كان له فرحه وكان جون جميل. ده احلى الاهداف اللي انت ما تنساش في الدوري. طبعا. طب اصعب مباراه بقى، اصعب مباراه كانت في مشوار الدوري؟ كان ماتش الجونه. كان بيروح من هنا الدور الثاني وانا الحمد لله يعني جبت جون في اخر دقيقه. كسبتوا المباراه دي كام؟ اتعادلنا. اتعادلتوا؟ الجونه اتعادلنا، كسبنا 2-1. الجونه كسبنا 2-1. نسيت يا عم، كسبت رايحين. الجونه كسبنا 2-1 بالجون ده. اخبار المكافاه ايه بتاعت الدوري؟ ان شاء الله. لا كابتن خالد مش بخلان على الفرقه بحاجه بصراحه، وان شاء الله باذن الله المكافآت هتتصرف على طول ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. قول لي بقى، واحنا بنتكلم النهارده وتاحه بيقول لي يعني طول السنه في سفريات وفي معسكرات ومباريات خارج القاهره، النادي الاهلي ودوره يعني هنا، يعني الامكانيات الموجوده ما شاء الله شايف امكانيات كبيره طبعًا. في مدينه نصر الملاعب طبعًا. الاستشفاء، الجيم، الاجهزه الفنيه، يعني الامكانيات الموفره للنادي الاهلي. هو بصراحه مجلس الاداره والكابتن خالد من ساعه ما جه هو موفر كل الامكانيات الماديه للفرق بصراحه، يعني من سفريات. في فرق كانت بتجي لنا بتلعب في نفس اليوم. احنا كنا بنلعب الساعه 11 لازم نسافر واللعيبه تستريح في كمعسكر. طبعا كان في 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 البدايه كان الموضوع صعب لان اول مره يسافروا وفي الفندق، كان صعب السيطره على اللعيبه خاصه في السن ده. لكن الامكانيات كلها كانت متوفره بصراحه، ملاعب جيده جدا بالذات ملعب المباريات اللي كنا بنلعب عليه، الملابس زي الفيرست تيم الفريق الاول. فالاولاد بيحسوا ان هم في اهتمام خاصه في حته الاهتمام المادي. لما اللعيب في النادي الاهلي يحس ان في اهتمام في معسكر، في ملابس، في سفريات، فاللعيب يحس ان هو زيه زي لعيب الفيرست تيم. ودي حاجه مهمه طبعا، دي حاجه مهمه جدا طبعا حاجه مهمه جدا ان اللعيب يحس بمدى اهتمام مجلس الاداره والنادي الاهلي بيه كلعيب واعد للفريق الاول. قول لي يا تحى، احنا هنا زعنا مباريات لفريق 2001 وزعنا ل 2003 وزعنا ل 2006، 2007 ما زعناش مباريات ليكم، لكن كنا دايما بنسجل مباريات ونزيع الاهداف عندنا هنا. ان شاء الله السنه الجايه نزع لكم الماتشات بتاعتكم على الهواء ونعمل استوديو تحليلي زي الفرق الثانيه. شعورك ايه وانت قاعد بتتفرج وشايف الفرق الثانيه بيتن لها ماتشات وانتوا نفسكم ان شاء الله، شايف التجربه دي ازاي؟ هي تجربه كويسه والله، واحنا كنا مبسوطين ان احنا كنا اسامينا بتتكتب على الصفحه وجيلك طبعا كابتن اسامه. ويعني كنا مبسوطين طبعا. قول لي مين بيعجبك من لعيبه الفريق الاول؟ نفسك كده وانت بتتفرج عليه كده بتقعد تتعلم منه، بتحب تحركاته تتفرج عليه؟ عبد القادر. احمد عبد القادر. من اللعيبه اللي انت بتحبها. كابتن احمد عبد القادر بعشقه بصراحه. خلي بالك احمد عبد القادر واحد من اللعيبه اللي خرجت من ناشئين الاهلي، وبرده لعيب مختلف. قاعد في صحة الناشئين؟ لا. قاعد جنب النادي. قاعد في سكن جنب النادي. احمد عبد القادر واحد زيكم بالظبط، يعني خرج من ناشئين النادي الاهلي. شاف اللقطه دي؟ الجيش. الهدف ده كان في مباراه ايه؟ مباراه الجيش اللي انت بتحكي عليه من شويه. لا كان كان الدور الثاني. ده الدور الثاني اللي كان عندنا في ملعبنا، هدف من الاهداف الحلوه. احكي لي بقى الهدف ده برضو واشرحه لنا. انا كنت لاعب الكره، كنت بادئ الكره من الاول للشيخ، الشيخ راح ضاوم من جوه. ايوه. راح لعبها لي من هناك، رحت انا حطيتها جون كده. انك وسعت لنفسك والكره جايه على يمينك، وسعت لنفسك الخطوه، فتحت لنفسك التسديده دي، هي دي الهدف. هي دي اللي خلت الكره يعني زي ما بيقولوا تيجي في وش رجلك بقوه وتسددها. جون طبعا حلو قوي من احمد الشيخ ومن تاحه، يعني جون من الاهداف الحلوه. كابتن اسامه قول لي بقى، واحنا بنتكلم عن مشوار الدوري اكيد في صعوبات بتقابلكم، في مشاكل بتقابلكم كاجهزه فنيه، في ملاعب اخرى. طبعا كل الفرق عندنا في النادي الاهلي بتيجي ملاعب على افضل مستوى، غرف ملابس على افضل مستوى. المشاكل اللي بتواجهكم لما بتقابلوا بقى الفرق بره؟ هو الفرق اللي بره اولا زي ما بقول كده الملاعب، الملاعب سيئه جدا. بس اهم من الملاعب حته التسنين والتزوير. هي دي اكبر مشكله. اكبر مشكله كانت بتواجهني السنه دي بدون داعي ذكر اسماء فرق يعني. لان انا ما بلومش عليهم، لان اللعيب بيجي لهم الورق بتاعه سليم. فانا انا 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 كنت بعاني من الموضوع ده. كابتن خالد ومستر مايكل كانوا بيجوا يشوفوا اللعيبه يقول لي مش ممكن 2002 و2004. فانا
يعني كنت بعاني من الموضوع ده، بس الحمد لله كنت بتغلب عليه بعنصر السرعه والمهاره، لان انا الفرقه بتاعتي انا عارف امكانياتها كويسه قوي، وعارف انا بفضل الله ممرنهم على ايه، فحته ما كانش دايما بعمل احتكاك بين اللعيب وبين اللعيب التاني عن طريق ان هو يطلع كره من رجله بسرعه. فالاولاد كانوا بيستوعبوا بسرعه الشغل ده، والاهداف يعني انا عايز اقول لك ماتش الزمالك هنا هناك ما كناش ملاحقين عليه، ما كانوش ملاحقين عليهم كاداء كمان. يعني يا ريت حضرتك كنت زعلت لنا ماتش على الهوا، وانا كنت بتمنى كده، كنت هتستمتع بفرقه 2007 السنه الجايه ان شاء الله. احسن فرقه، احسن فرقه في مصر السنه الجايه 2007 هتكون معانا من اول الفرق اللي هنزعلهم لهم مباريات ان شاء الله. بعد الفاصل عايز اسالكم بقى عن دور الكابتن محمود الخطيب وزياراته المتكرره ليكوا داخل القطاع، ودايما الدعم والمسانده لكل اللاعبين وكل المدربين، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن اسامه، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن دور الكابتن محمود الخطيب وزياراته المتكرره ليكوا، حتى في مره من المرات تدريبات لقيته الكابتن موجود الساعه 6 الصبح في الاعداد. كنا السنه اللي فاتت بنتمرن بدري جدا، يعني 6 تقريبا او ستارت 6. اتلاقينا الكابتن واحنا لسه هنبدا، ولسه بتكلم على الولاد، الكابتن كان داخل. يعني انا اتخضيت بصراحه، يعني كابتن اسطوره طبعا، يعني وبعدين ليه كاريزما من عند ربنا سبحانه وتعالى، غير ان هو اسطوره كرويه كابتن. يعني اول ما دخل بصراحه وبدري، يعني كان فوجئنا بالزياره ديت، لكن كان ما عندكش فكره فرحانين قد ايه المدربين واللعيبه بالكابتن الخطيب، ومدى اهتمام الكابتن الخطيب بقطاع الناشئين ان هو يصحى بدري في التوقيت دوت ويجي لنا. كان يعني انا قلت الاولاد حتى شايفين الكابتن مهتم قد ايه بيكم، فكان حافز للاولاد، ويعني زاد من الدوافع عندهم ان الكابتن مهتم بالقطاع وجاي في التوقيت دوت. فكابتن الخطيب بعيد عن مجلس اداره وبعيد عن النادي الاهلي، الكابتن اسطوره كبيره، فكان حاجه جميله منه، وكانت لفته جميله منه بصراحه. قول لي يا تاحة بقى، كابتن محمود الخطيب لما شفتوه في الملعب وكانت رساله مهمه يعني وهو موجود معاكم، شعورها كان عليكوا ايه؟ طبعا كنا مبسوطين يعني بقيمه الكابتن محمود الخطيب اللي هو يزورنا، وكان في اول الدوري يعني، وقال لنا على اهميه الدوري لو احنا هنلعب جمهوريه. ساعتها ما كناش عارفين اصلا احنا هنلعب دوري اول مره تلعبوا جمهوريه. وكنا طبعا مبسوطين ان احنا يعني قابلنا الكابتن محمود، وكنا ساعتها يعني يعني كنا عارفين نقول له ايه بصراحه. كنا فرحانين جدا يعني. طيب، وكان في برضه زياره يعني بعد زياره الكابتن محمود الخطيب، وكان حريص انه يكون متواجد معاكم مستر موسيماني. حضر برضه. حضر. شايفين النهارده رئيس النادي موجود بنفسه معاكم في التدريبات، رساله مهمه لقطاع الناشئين. المدير الفني موجود برضه، حضر مباراه 2006 وحضر مباراه ليكوا 2007 كمان. سيراميكا. او حضر مباراه كمان ل 2007. شايفين التواصل وقرب يعني الفريق الاول موجود معاكم برضه جهاز الفني. حضر تمرين لينا كابتن موسيماني. وحضر تمرين كامله، كنت شغال تكتيك واثنى على الشغل الحمد لله رب العالمين. كويس. وقال لي انا هحضر لك بكره ماتش سيراميكا. وجالكم. وجالنا، وكنا جبنا جون، هم تعادلوا وفي الدقيقه 90. ايوه كنا موفقين. كنا موفقين الحمد لله. في الدقيقه 90 الحمد لله جبنا جون. وروح الحمراء. كان ماتش من الماتشات الصعبه جدا سيراميكا. حتى هناك برده كان ماتش صعب، بس الماتشات دي برده من الماتشات اللي احنا كسبنا فيها في الدقيقه 90 زي الجونه بالظبط. واحنا بننهي حلقتنا برده حابب اقول قائمه اللاعبين، قائمه الشرف لكل فريق مواليد 2007، حقهم النهارده ان احنا يعني نقول الاسماء كلها. يعني هقول حتى لو 50 لاعب 30 لاعب هقولهم كلهم. حراسه المرمى محمد السيد، ياسين محمد عبد الحميد، اياد تامر، احمد عوض، محمد عاطف، كريم عمرو، زياد وائل، محمد السيد، اياد مدحت، عبد الرحمن عمرو، مازن هاني، ادم طارق، كريم عيد، محمد طه، محمد رأفت صالح، عمر محمد عبد الله، يوسف نادر، وعصام احمد، احمد شريف، يوسف محمد عبد القوي، زيدان ناجح، حازم عاشور، عمر فتحي، محمد عبد الفتاح، احمد عصام، وبلال احمد، وزياد كمال، وحمزه علي، ومحمد مصطفى، ومصطفى محمد. دي قائمه ال 30 لاعب، قائمه الشرف فريق مواليد 2007 اللي قدروا يحصلوا على بطوله قويه، بطوله الجمهوريه. واحنا بنوصل لنهايه حلقتنا النهارده. قول لي يا تاحه، عايز توجه رساله لمين؟
حابب اشكر بابايا اللي تعب معايا طول الفتره اللي فاتت وطول عمري طبعا، وبقول له ربنا يخليك ليا طبعا وتفضل منور حياتي كده وربنا يخليك ليا يا رب، وان شاء الله يفرح بيك كده ويشوفك نجم كبير في النادي الاهلي وفي منتخب مصر ان شاء الله قريبا. ان شاء الله باذن الله. اهم حاجه التواضع بتاعي، تركيز في التمرين، احافظ على صحتي، دايما واخد الامور بجد، ودايما عارف انك تلعب في النادي الاهلي، ولاعيب النادي الاهلي دايما بيكون مختلف عن اي مكان. طبعا. لازم دايما تحط الهدف ده قدام عينك، وان شاء الله في يوم من الايام واحنا قاعدين دلوقتي وانت لسه عندك 15 سنه ان شاء الله نحتفل بيك وانت في الدرجه الاولى قريبا ان شاء الله. ان شاء الله قريبا ان شاء الله. ان شاء الله شرفتنا ونورتنا يا حبيبي يا كابتن. انا سعيد جدا ان انا معاك النهارده، وبشكر كابتن اسامه طبعا اللي تعب معانا طول الفتره اللي فاتت، وبقول له ربنا يتم شفاك على خير ان شاء الله، وسعيد جدا المره الثانيه يا كابتن. واحنا بنشكرك يا تاحه، شرفتنا ونورتنا يا كابتن اسامه. ربنا يخليك يا كابتن، سعيد بوجودي معاك وان شاء الله في انتصارات على طول. بحب اشكر حضرتك طبعا، واشكر الكابتن خالد بيبو على دعمه للفرقه دي، وبشكر اللعيبه واقول لهم ما يزعلوش، انا طلبت من حضرتك ان شاء الله باذن الله ان هم يبقوا موجودين في حلقه اكبر عدد من ان شاء الله باذن الله، عشان بس ما حدش لا حقهم وربنا يجعلهم سبب في البطوله. وانا يعني ما رضيتش اقول اسماء حضرتك، قلت كلمه الشرف كلها. هم كلهم كانوا رجاله، انا بشكرهم وكانوا على قد المسؤوليه، وان شاء الله الكابتن اسامه وعدني ان هيبقى في حفل تكريم ليهم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله، وانا بشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي في المباراه المهمه يوم 30 ان شاء الله يوم الاثنين القادم. ان شاء الله يكون التوفيق من نصيب النادي الاهلي، توفيق للاعبين، توفيق لمستر موسيماني، والنادي الاهلي ان شاء الله يقدر يحققها الثالثه على التوالي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ونشوف حضراتكم الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده من الاشبال. شكرا والى اللقاء.